إلى وقت غير بعيد كان السيد يزيد العلوي يملأ مستودعه بمنتوجات مستوردة، لكنه اليوم قلب المعادلة ورفع التحدي بخلق مؤسسته هذه المختصة في صناعة الأنابيب والأجسام المجوفة من البلاستيك. فكرة إنتاج المنتوج محلياً لما اكتسبناه من خبرة مع احتكاكنا مع المنتجين الأجانب في نفس المجال دائماً، فتحنا شركة بديناها شركة صغيرة جدا بحوالي 7 عمال اللي كنا معاهم نديروا لامبورتاسيون، حافظنا عليهم، ومن بعد بدينا في التوسيع تاع العمال. اليوم الحمد لله تقريب 32 عامل بمنصب دائم، والآخرين على حسب طلبية المشتري. مؤسسة بلاستيوباك تعد أول مؤسسة جزائرية مختصة في إنتاج لواحق الترصيص المخصصة للماء الشروب. طاقمها شاب لديه العزيمة لتقديم الأفضل. ولأن المنتوج أول مرة إحنا اللي نصنعوه في الجزائر، ما لقيناش أيادي يعني اللي عندها الخبرة ودخلنا مباشرة في الإنتاج. كنا نديرو مراحل تاع تجربة على عدة مرات. مرات المنتوج كما نقولوا قريب نوصلوا ليه، ومرات نعاودوا نديغراديو نديروا دي تيست، ومن بعد نعاودوا نديغراديو حتى وصلنا للمنتوج بعد عام ونص مثابره باش وصلنا للمنتوج كما نقولوا بصفه نهائيه، منتوج ناجح بصفه 100%. الوصول لعشر ملايين وحدة خلال آخر السنة هو ما يطمح إليه المسؤول الأول عن المؤسسة، طموح يراه مرهون باستراتيجية الحكومة الجديدة تجاه المنتوج المحلي.